الزول ده بينتقد الإصلاح. عم مصطفى بينتقد شنو؟ الإصلاح. بيقول الإصلاح بيتعاملوا مع السرورية مع أهل البدع، وبينتقد الإصلاح مرة انتقدهم في المطوية، قال المطوية دي توزعت في شنو؟ في صيوان تاع الأسبوع، قال إلى مشايخنا الصوفية، وانتقد شنو؟ الإصلاح. هذه المطوية وهو يقول بأنه هي توزع في جامعة الخرطوم في معرض لجماعة أنصار السنة المحمدية جناح الإصلاح، ووزعوها داخل المخيم وأقر جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح هذا الفعل، وده كله تلبيس للحق بالباطل. أنا بعتبره ده كله في النهاية لف ودوران، سواء كان من جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح الذين هم قد يقرون هذا من عبر التنظيم بتاعهم الذي يقول بمشاركة المبتدعين والتعاون معهم وإلى آخر من فتاوى وجدتها عبر تنظيمهم في النت، وده كلام باطل والحقيقة تقال أيا كان. فده بيتكلم قال داري حرب الشيعة وبمجد بالصوفية، معقول ده يقدم دين؟ ها؟ وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والمركز العام جابوا مرشد السمانية وين؟ في المركز أو في موضعهم. وصلوا الصوفية شنو؟ في موضعهم كباشي، وانتقدهم ما انتقدهم إخواننا أنصاصون. المركز العام جاب الدعوة في البلد دي اللي هو أساس الدعوة السلفية، وإن رغمت منوف الدعوة السلفية الممثلة في البلد دي أنصار السنة المركز العام، طبعا العلم رضيت أم لم ترضى، لكن بتمثل الدعوة في السودان من حيث الناحية التاريخية، وما زال جماعة أنصار السنة كأصل. دي حزبية ولا ما حزبية؟ ده اضطراب وتناقض منك ولا ما تناقض يا محمد مصطفى؟ انت نقدت دي ليه؟ وقلت دي بيتعاونوا مع أهل البدع. طيب المركز العام ما بيتعاونوا مع أهل البدع؟ بيتعاونوا ولا ما بيتعاونوا؟ كلهم بيتعاونوا، الناس دي شبكة بالنهاية بيتعاونوا مع أهل البدع. طيب